السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا جميعا بخير. طبعا النهاردة عايزة أتكلم عن محاكمة تغريد، وإن والدها طبعا مرضيش إن هو يعملوا التحليل، اللي هي رافضة تعمل تحليلات تانية وهو رافض موضوع التحليلات. طبعا ما نقدرش إن احنا نحكم في الموضوع ده غير لما القضاء يقول كلمته، لكن الأزهر سبحان الله طبعا وصف الست دي للأسف، للأسف أنا بعتذر يعني ربنا يسامحني ويغفر لي، بس ده كلام شيوخ الأزهر، وصفها قصتها بالمبولة، مش قادرين يوصلوا لوالد الأولاد للأسف، لأن طبعا كل الظنون زائد كل الشهود، يعني هي مش ظنون بس، طبعا إذا كان زوجها بيظن لكن للأسف في شهود، زي مثلا حارس العمارة كان بيقول إن الشخص ده اللي هو منعم ده كان بيزورها كتير، وكان بيقول إن ده أخوها، يعني ساعات ممكن مثلا البواب يتغير أو كده، لكن الشخص ده شهد أمام القضاء إن كان الراجل ده يعني بيزورها كتير جدا وعارف إن هو أخوها. طب تعالوا طبعا نشوف موضوع الأطفال، حتى الأطفال طبعا مش بيعرفوا يكذبوا كده سبحان الله، يعني أحباب الله قالوا إن عمه كان بيقعد في الأوضة على طول مع ماما، كانوا بيقفلوا على نفسهم الباب، فطبعا للأسف يعني أنا ربنا يسامحني ويغفر لي، أنا مش بحبها لما بشوفها سبحان الله، أنا بتعفرض يا رب، يعني ربنا ما يحكم على حد بموقف زي كده، بس الأرواح جنود مجندة. معانا النهاردة تغريد ومكالمة يعني مع الإعلامي هشام إبراهيم، تعالوا نشوفها مع بعض. يعني لازم اتكلم عشان ما يبقاش انا عملت حاجه مخالفه يعني التقاليد، يعني لا لا ولا يهم حضرتك، انا بتكلم مع حضرتك عادي، حضرتك عايز تنزل المكالمه مفيش مشكله خالص بالنسبه لي، لاني بص انا نفسي تعبت. انا ابوك لسه قافل معايا. بابايا؟ باباكي قافل معايا وتعبان جدا يا حبيبي، حبيبي حبيبي، اقسم بعز جلالتي اللي انا عارفه ان اكتر حد في الدنيا ده متضرر هو بابا وماما، يعني يمكن بابا الاكتر كمان، واختك كمان، لان انا يعتبر روحي فيه وهو روحه فيا، يعني انا مش بنته بس، انا بنته وكنت صاحبته واخته وكل حاجه في الدنيا. بيقول لي هموت عليها اشوفها. وانا غصب عني لاني عارفه اني هتضر وهضر، والله العظيم هو اللي خلاني عملت كده، اللي انا اتبهدلت استاذ هشام، يمكن انت عرفت اكيد وصل لك الكلام ده. والله انا سمعت كلامك وده ابتلاء، واللي انا اعرفه ان ان شاء الله اذا كنت بريئه سينصرك الله، ويعني السيده عائشه اتهمت. انا بس انا نفسي افهم، يعني انا لو مش خايفه او قلقانه ان الموضوع يقلب الدنيا، انا هوصل لمحمد هادي، يعني انا نفسي اقف قدامه واقول له انت ليه عملت كده، ليه بتعمل كده، ليه، يعني اللي حتى لو وصل لك ان انا ستي مؤذيه او ستي مش محترمه، العيال دي ما ذنبهاش اي حاجه في اللي انت بتعمله. قلت له ما ذنبهمش اي حاجه. قلت له الكلام ده قال لي ده يا استاذ بيقسم بيقول ان مش ولاده بطريقه وبشكل مقنع، انا اقسم بالله بعيط على كلامه. انت يعني اي حد هيصدقك بالاسلوب وبالطريقه دي، عمال تتكلم بالله الله الله وسنة رسول الله وسنة رسول الله، انت ازاي كده؟ انت ازاي قادر تكتب على اللي خلقك حتى يعني؟ طب انت يا تغريد احنا يعني انا بحاول ان انا اقف مش معاكي، اقف مع الحق تمام؟ عارفه حضرتك لسه كنت اقول لحضرتك انا عارفه ان انت محايد، ولا معايا ولا ضدي، ولا معايا ولا ضدي. بالظبط كده، انا عايز حق ربنا اذا كان الراجل ده ظلمك يقتص منه القانون ويقتص منه رب العزه، ولو انت ظالمه انت فاهمه؟ ايوه طبعا ربنا يحاسبك مش احنا اللي هنحاسبك تمام؟ يعني ربنا هيحاسبك ومش احنا اللي هنحاسبك تمام كده؟ تمام. انت ليه ما تديش نفسك فرصه انت فاهمه؟ ان نثبت براءتك، يعني انا مثلا طلبت اكثر من مره في اكثر من فيديو ان الولاد يروح ان انا ابعت الولاد عند بابا يتوجه لاي مكان اسيب فيه التحليل. يعني انا بحاول ان انا بحاول احل انت فاهماني؟ والنهارده يعني في حديث مفاجأة، بس مش هينفع اقص حنه، مش عشانك طبيعي. مش عشانك بس عشان ان انا بعمل حاجه بما يرضي الله، فبرضه هتبقى في النهارده ان شاء الله احتمال كده
لقاء مفاجأة برضو في خدمة العدالة، لا في خدمتك ولا في خدمته، في خدمة العدالة. فانتي الولاد يحللوا مع عبد المنعم، تمام كده؟ بص حضرتك معلش خليني معاك نقطة نقطة عشان انت برضو هتوضح لي انا كنت فاهمة غلط او انا غبية او اللي بالك. انا برضو يعني بجانب الاعلام انا محامي جنائي، انا عارف انا مش هقول حاجة تضرك. انا عايز يعني انت دلوقتي بتقولي لي يا استاذ مثلا بعد ربنا يعني جيتي لي وبتقولي لي انا بريئة وقف معايا، تمام؟ تمام. فانا بقول لك كتغريدة عشان هقف معاكي في واحد اتنين تلاتة. ايه هي واحد اتنين تلاتة؟ واحد، لازم ان الولاد تحلل مع ابنها، ده رقم واحد. تمام. طب حضرتك دلوقتي انا جيت رحت معمل وسبت العينه ومشيت وانت رحت خدت المطعم ورحت حللت، تمام؟ هي دي ما فيهاش مسألة قانونية من ناحية ايه؟ من ناحية اهلي، من ناحية حد سمع اللي سمعاه واللي منتشر ان هم عارفين طريقك وان هم هيجيبوكي وان هم مش عارف ايه. بص الكلام ده هقول لك حاجة. أول حاجة مفيش أي مسألة قانونية، لأن أولا احنا هنطلب التحليل ده يكون عن طريق جهة قضائية أو نيابية، تمام؟ تمام. انا يعني شايف ان مكتب معالي المستشار النائب العام والسيد المستشار النائب العام الفاضل مش هيمد ايده في القضيه، بس احنا هنعمل ده. مش هيمد ايده لان القضيه فين؟ في القضاء، تمام؟ ولكن هنسعى مع معالي المستشار النائب العام يا ريس تغريد وابوها بيقولوا لك انقذنا، احنا اتزور اتعمل اتسوى وعايزين لجنه من المريخ هي اللي تبقى محايده. ما هو الكلام ده حضرتك يا استاذ هشام يعني انا المفروض ارجع تاني اروح النيابه والطب الشرعي؟ لا 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 خالص، حضرتك مش هتظهري خالص، تمام؟ من مين اللي هيظهر؟ ولادي؟ الولاد دي رقم. انا ما هو بص حضرتك انا ما عنديش استعداد 1% اتخلى عن الولاد دول ربع ساعه بس، انا يا رجلي على دماغهم بدماغهم خالص. هقول لك حاجه طالما نيتك، بصي بقى، طالما نيتك ان انت تظهري العداله وبراءتك، تمام؟ هناك الكثير من الطرق، انت فاهمه؟ لتامينك ادي رقم واحد، تمام؟ وامنك وامانك وامن ولادك، تمام؟ ازاي حضرتك ازاي دي هتبقى بالترتيب مع الاساتذه المحامي الفاضل بتاعك، تمام؟ تمام. يعني هيبقى في تنسيق وترتيب. يعني انا كنت مع بس حضرتك هو انا مش بغلط فيه ولا حاجه، هو راجل محترم جدا وكتر الف خيره الراجل ده. يعني انا لو طول اشيل جزمته من على الارض على راسي هشيلها، لانه اكتر حد وثق فيا واكتر حد على فكره حطني تحت ضغط هائل علشان لو في اي حاجه يتكلم. لا هنتكلم بما يرضي الله، واكتر حد واثق فيكي على الكلام ابوكي. ماشي تمام. انا بعد بابا انا بتكلم على المحامي. زي ما حضراتكم سمعتوا ده الدفاع. طبعا سمعنا مع بعض كلام تغريد مع المحامي، واكيد احنا مش هنقدر نتكلم عن القصة دي ولا ابدا ممكن نحكم فيها ما بين لحظة والتانية، مهما قال القضاء، مهما قال شيخ الازهر حاليا يعني. لكن في النهاية هنشوف رأي القضاء، وربنا سبحانه وتعالى يعني هينصر الحق على الباطل وهيزهق الباطل، لانه دايما هيكون زهوق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا رب تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. لا تنسوا ذكر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.